نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير نتوما كتشوفوا هذا الفيديو. جيت اليوم ان شاء الله باش نخدم معكم ونوريكم هذا الموديل. هذا شو هو اللي غنخدم معكم في التنبات، غير في التنبات ماشي في الصاله والخياطه، غير في التنبات ديالو. هذا الموديل هذا خدمته في التنبات، غنوريكم كيفاش خدمته، غنوريكم غير هاد البريدات هادو كيفاش حطيتهم وكيفاش لبستهم. اما هادي راه غير رشيتهم، غير حطيتهم وخيطتهم بيدي صافي، ساهلين هادوك ماشي شي حاجه. هادوك الشكيلات الاخرين هما اللي غنوريكم كيفاش خدمتهم ان شاء الله. نوريكم الموديل ديال العبايه كيفاش كيجي. هذا هو الموديل صافي. خليكم على فيديو تشوفوا الموديل كيفاش كيتخدم. فوالا كي كتشوفوا غادي نحاول نقاد الرشمه راسي، غادي نحاول نحط ندير الرشيمه من عندي، نحط دقيقات بحال هكا. دابا انا غادي نحطهم عشوائيين، عاد غادي نبدا نثبت بلاصتهم بالهاد القلم هذا باش كنفصل. اللي كيسول عليه فين كاين بالنسبه للناس كازا، راه كاين في سباته، واحد السيد في سباته كيبيعو ب20 درهم. انا جابتو ليا غير واحد السيده جابتو ليا معاها، وصيتها عليه وجابتو ليا معاها، كاين سباته ب20 درهم كنفصلو به. فوالا كي كتشوفوا انا حطيتهم. دابا غادي نحاول زعما كنعقل فين فيك تحط العقيقات باش ما ننساهمش. صافي دابا غادي ندير نثبتهم بلاكول. كي كتشوفوا كي كنقول لكم انا ديما كندير العقيق بالكوله، ديما كندوي لكم على هاد الكوله هذه ديال العقيق، كندير بها يعني كنثبت بها عاد كنبدا نعاود بالخيط. هاد لاكول كتسهل عليك بزاف الخدمه، يعني قبل ما نكون كنستعملها كنت كنلقى واحد الصعوبه صراحه، كنت كنلقى واحد الصعوبه باش انني نثبت العقاق. مي صراحه ملي طاحت هاد الكوله هادي زوينه كتسهل عليا. المهم نثبت هاد العقيقات وانا معكم. دابا غادي ندير بحال هادو في الجهه الاخرى. انا حيت كاينه في الدار مخليه كاع الادوات السانتيم والمسطره مخليهم في المحل، لقيت هذا لقيته عندي قلت نستعملو باش نحسب. المهم هو نهزو العبار. دابا غادي نحاول ندير نفس العبارات اللي عندي هنا هما اللي غنديرهم في الجهه الاخرى. راكم عارف ما غنديرش العقيقات في جهه واحده. المهم غنجيب هاد المسطره، غناخد العبار من العقيقه يعني الوسط ديال العقيقه فين كاين حتى ماشي الحافه ديال الثوب، ولينا ما حتى فين كاينه الخياطه. عندي هنا 5.5، الوغ غنجي هنا وغادي نشوف هنايا زعما من الكتف حتى العقيقه فين عندي شحال عندي ديال العبار. عندي 8.5 مزيان. غنجي من الكتف غادي ناخذ 8.5 8.5 وغنحطها، ومن هاد النقطة غادي ناخد 5.5 اللي بحال اللي عندنا من هنا لهنا 5.5، هاهي 5.5 مزيان. كنتأكد هنا واش عندي نفس العبار اللي من العقيقة، عندي نقولو 5 من العقيقة حتى الدورة ديال الكتف. التركيز عندي نسيت شو كنهضر نسيت عندي 5 عندي 5 ها هي فوالا هي هذه اللي الوسط. ضروري كندير هاد العبار الاول حيت هادي علاش هي علاش غنخدمو. دابا غنجي لهاد العقيقه هادي و
غادي ناخذ العبار. كي قلت لكم من الخياطه اسمحوا لي كنهضر بشويه، نتمنى تكونوا كتسمعوني حيت كلشي ناعس خصني نهضر بشويه. غنجي لهنا من الخياطه، العقيقه عندي 6، الو غنمشي من العقيقه من الخياطه حتى العقيقه 6، فين غنحط العقيقه. دابا غادي ندوز غادي ندوز للحطه الثانيه اللي هي هاد الديكور هذا. انتبهوا معي غادي ندير ليها بحال هكا، والاخرى غنحطها بحال هكا. نحاول نميلهم شويه وكنجيب الاخرى الوسط، ندفع بحال هكا. شفتوا يعني حتى سهله، والموديل من راسي ماشي شايفاه في شي بلاصه. شفتوا كتجي سهله. كنجيبوا هاد السيبورات الصغار كيجيو حلوين، هما الكبار ساهلين في الخدمه، مي الصغيره غتجي حلوه. نحطها بحال هكا، والاخرى غادي نحطها بحال هكا، والاخرى بحال هكا. سهله نوريكم. شتو شويه كتجي هكا، غادي يجي الموديل كامل. انا غادي نعاود معكم الخدمه بالكولا باش تعقلوا عليها كيفاش غادي تجي. فوالا هنا خصنا نركزوا شويه، حيتاش هنا غنستعملوا لاكول. تقدر ماشي تخسر لينا التوب، مي الديكور غيخسر ديال التوب. غنحطو هادي بحال هكا. شتو اللي غادي تجيها شويه صعيبه وتخاف تخسر التوب، تستعمل لا تراساج، تراسي الموديل عباش تحط العقيق. شتو الثالثه ما درتش لكم الكولا هكا، كندير غير شويه ديال الكولا كنكثر، وغادي نحطها فوالا بحال هكا. شتو سهله. وهادو غادي ندير لها شي تحت نقيطه، داكشي اللي بقى في الكولا كتقطريه عليها وصافي، حيت غير صغيوره هادي محتاج ديري فيها شويه الكولا. كي قلت لكم اللي غادي يجيها صعيب انها تحط لا كونيشن، كدير تراساج بحال هكا، وديري تراساج لاخر بحال هكا، وهذا غديري ليه بحال هكا. شفتوا بالنسبه اللي ما قدرش ياخذ هذا اولا ما لقاش، ممكن تاخذ واحد الطباشه كتباع عند مول العقيق، قولوا ليه الطباشه ديال الفصاله كيكون كاريه. بغيت نصور لكم ما عندي، واحد الطباشير كاريه تل ان شاء الله الصباح دابا الليل الصباح ونهبط نجيبو لكم لتحت ونوريه لكم، راه كيكون رقي ووق. هذاك كتقدروا تستعملوه في الخدمه ديالكم، حتى هو كيعاون وسهل. صافي دابا غادي نستمروا على نفس الحطه، راكم لاحظتوا معايا سهله، غنستمروا عليها نفسها وانتم معايا، وانا راه غادي معكم ايطاب ايطاب
حتى نساليو. دابا كنحطو لاكوريا الاولى عاد ابري ان شاء الله نتبتو بالخليط.